بالنسبه للتحضيرات كانت انا بالنسبه لي شخصيا كنت متواجد في تركيا مع الفريق تاعي في اعلي قيصر التي تبعد عن كونيا ممكن 300 كيلومتر. قمت بتربص وسباقات في نفس الوقت كما وعدنا سواء الجمهور ولا الاتحاديه ولا الناس اللي واقفين وراء هذه الرياضه. ان شاء الله تكون نتيجه مشرفه ان شاء الله.